هذه المشهد المشهد ولكن نعم بتقول يوم يومي فلسطين وهذا ما يحدث ايضا في بيت لحم والوضع في الحقيقه متوتر هناك ويحاول جنود الاسرائيليون يحاولون تسليط الدموع باطلاق قنابل الغاز بين حين واخر. فادي انت معنا تسمعني من هناك؟ فادي ليس معنا ولكن كان فادي عزيز هو الصحفي كان معنا من بيت لحم قبل قليل يعلق على هذه الصور ويتحدث عن أهمية بيت لحم وأنها تبعد ربما أقل من 10 دقائق من القدس وهي أقرب نقطة تماس بين الضفة الغربية والقدس. وكما قلت هذه المدينة معروفة بأهميتها الدينية في العالم وفيها كنيسة المهد المسيح عليه السلام ولكن أيضا حيث الموقع هي مهمة للغاية وتقع في الضفة الغربية التابعة للسلطة الفلسطينية. وكما شاهدنا القوات الإسرائيلية مستنفرة في جميع نقاط التماس التي قد تبلغ نحو 100 نقطة تماس. كنا نشاهد صور من بعضها مثل حاجز بيت إيل على سبيل المثال ولكن الصورة يعني متشابهة كثيرا بين كل هذه النقاط التي يذهب إليها الفلسطينيون ويحتجون بقوة وتقابلهم قنابل الغاز كما شاهدنا في بيت لحم. وسوف نتابع كل ذلك في نقاط التماس المختلفة. نعود مرة أخرى إلى شيرين أبو عاقلة في الناصرة. شيرين. نعم، إذا هذه إحدى الفعاليات كما كنا بدأنا نتحدث هنا في مدينة الناصرة. هذه الفعالية تحديدا هي نظمت للأطفال كفعالية ثقافية تثقف الأطفال هنا داخل الخط الأخضر بالقصص الفلسطينية والرواية الفلسطينية. شهدنا أعداد من الأطفال يرفعون العلم الفلسطيني وقبل قليل كان هناك إطلاق وكتابة رسائل من أطفال فلسطينيين من مدينة الناصرة وإطلاق بالونات فيها سماء الناصرة في رمزية لإرسال رسائل تضامن من أطفال الناصرة إلى أطفال مدينة أو أطفال قطاع غزة عموما. هناك العديد من الفعاليات التي تنظم هذا اليوم من بينها شهدنا أيضا مسألة الإضراب الشامل. إذا هلا نشاهد استمرار هذه الفعالية داخل المدينة بالتزامن مع الإضراب الشامل الذي تعيشه جميع المدن الفلسطينية داخل الخط الأخضر والتي ستشهد في ساعة لاحقة من اليوم مسيرات سوف تنظم من داخل ووسط هذه المدن وربما تتجه إلى مداخلها. هذه المدينة الناصرة كانت شهدت أيضا خلال الأيام الماضية مواجهات بين المواطنين الفلسطينيين هنا وبين قوات الشرطة الإسرائيلية شأنها شأن باقي المدن الفلسطينية التي عاشت توترا جراء الاحتجاجات التي اندلعت في هذه المدينة. اللافت بشكل أساسي هذا اليوم هو الأعداد من المواطنين الفلسطينيين الذين يرفعون